نعم المبروك. يعني آخر التطورات هو أن عمليات القصف الإسرائيلي ما زالت متواصلة على المدينة، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية الغربية. هذه المناطق تستهدف من قبل المدفعية الإسرائيلية، من قبل أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت أكثر من منزل في منطقة عبسان والقرارة وخزاعة. هناك تمركز للدبابات الإسرائيلية في هذه المناطق. هناك انسحاب أيضا من قبل القوات الإسرائيلية من مدينة حمد، وشهد حجم الدمار بشكل كبير ومخيف في هذه المدينة، تفجير لمربعات سكنية، استهداف لأبراج سكنية بشكل كبير، حرق للكثير من الشقق السكنية، وأيضا أعمال تجريف واسعة النطاق حصلت في هذه المدينة السكنية. وبالتالي الجيش الإسرائيلي لا زال يركز في العمليات العسكرية في مدينة خان يونس بشكل كبير منذ أكثر من شهرين، وسط أيضا اشتباكات متقطعة تدور في المناطق الغربية للمدينة. التركيز الآخر من الجيش هو في حي الزيتون، هناك أيضا عملية عسكرية مستمرة منذ أسبوعين من قبل الجيش الإسرائيلي، وهناك عمليات استهداف وقصف من المدفعية الإسرائيلية بالتزامن أيضا مع اشتباكات في المناطق الغربية امتدت إلى حي تل الهوى وحي الشيخ عجلين في المناطق الغربية لمدينة غزة، بالتزامن أيضا مع المناطق الشمالية للقطاع في بلدة بيت لاهيا وبلدة بيت حنون وأيضا مخيم جباليا. هذه المناطق تتعرض أيضا إلى قصف من المدفعية الإسرائيلية، وتتعرض أيضا إلى استهدافات لمنازل وأراضي زراعية فارغة. هناك كثافة من النيران من قبل الدبابات والطائرات، ولكن التركيز الأكبر هو في حي الزيتون وأيضا في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. طيب أي معلومات واردة من شمال القطاع ميدانيا وأيضا من جانب المساعدات؟ فيما يتعلق بالمساعدات، حتى هذه اللحظة هناك نجاح يسجل لبرنامج الأغذية العالمي في إدخال، قبل يومين قام بإدخال قافلة من المساعدات مكونة من 14 شاحنة تحمل الدقيق والمساعدات الإنسانية إلى مدينة غزة وشمالها، ولكن حتى هذه اللحظة هناك مشكلة في إيصال وتوزيع هذه المساعدات، لأن في مدينة غزة وشمالها لا يوجد أي جهات ومنظمات سواء كانت دولية أو محلية حتى هذه اللحظة، لذلك هناك يترك المواطنين لأخذ هذه المساعدات بشكل فردي، وهذا نلاحظه في المناطق التي تصل إليها المساعدات، خاصة في دوار الكويت عبر شارع صلاح الدين أو حتى في شارع الرشيد عند دوار النابلسي. وبالتالي هناك مشكلة، هناك بعض الجهات تعمل على حلها من خلال الاتفاق مع بعض المواطنين أو بعض الجهات في مدينة غزة من أجل إيصال هذه المساعدات إلى كافة مناطق مدينة غزة. المساعدات تدخل إليها بشكل شحيح حتى هذه اللحظة، ولكن المساعدات بشكل عام دخولها أيضا عبر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم لا زال في تراجع. مدينة رفح التي تعاني بسبب التكدس والازدحام، نحن نتحدث عن 1.5 مليون نازح في مدينة رفح، هناك نقص كبير في المساعدات الإغاثية والإيوائية وأيضا الإمدادات الطبية. من رفح جنوب